صح ابدا موبايل اللي هو فرحه زادت كبرت لما يعني كتحسب له ايضا الفكره الرابعه عشر اللي تربى صاحب جلاله الملك محمد السادس صلى الله على عصر اسلاف الميامين. وهذه الحفله التي تقوم وهو في ظل هذا الحضور المتميز فهو يعني كان حفزنا بعض الشباب اليوم تبعين الجو مع يعني الموسيقى الاصوات اللي هو تبع جو الانبار الاصيلين وكان يحمى عليهم على الدراسه ولما نشفى الدراسه ديالو وذلك بالتوجيهات الكبيره فالان الحمد لله كنجني الثمار ديالها فهو اسس لنا واحد المجموعه ديال الشباب باش يكون هذا الجو اللي هو كيحمل اسم جو الشرق الاصوات في الوقت يعني ينتمي للجو محمد علي الانساني مع المسلمين ولكن كاين بعض التظاهرات اللي هي كتكون خاصه بالشباب يعني كتخسروا من الشباب واللي هو شباب مثقف وهذا يعني كنلح بشده على ان الموسيقي لابد ان يكون مثقف لان احنا في الافئده الثالثه الموسيقي من دون ثقافه كواحد القريب في اليابسه يمكن ان يتحرك ولهذا لا بد للموسيقي يكون يعني الموسيقى مسيرة مع الجانب الثقافي والعلمي لأن ماشي يمكن يتحاور ماشي يمكن يحضر محاضرات يمكن يتلاقى مع المثقفين الكبار مع علماء الموسيقى وهذا في الحقيقة ليس ببعيد على الجد اليوم وفتحنا له هذا المجال ديال حجزناه بعدة شواهد وعدة أذرعة ديال الجمعية باش يستمروا في الطريق الصحيح اللي هي الطريق ديال العلم والثقافة بجانب المحافظة على التراث المغربي اللي هو كنفتخروا به كامل وهو الموسيقى الإندونيسية المغربية. شنو هي أهم المعايير التي تم اعتمادها لاختيار هذا الجوق العازفين في هذا الجوق؟ معايير ومميزات. المميزات هو على أنه أولا درسوا الموسيقى الإندونيسية بدراسة معمقة وكنت كنشرف عليها بيدي كنشرف عليها بيدي وكان نقرا الدروس من قلبي خالص يعني ماشي بحال اللي كان في واحد الوقت ديالنا حنا كنا تكرسنا كنا كنجمعوا عدة عقبات لأن كانوا بحال مثلا الصناعة التقليدية كانت الصناعة الأخرى كانوا كيسحبوا على أنهم إذا تعلمنا عن الهيلوم يعني المقاعد ديالهم يعني ولكن هي العكس بالعكس الشباب هما اللي كيبنوا لنا الاستمراريه هذا المرور الثقافي اللي هو رساله على العاتق ديالنا كامل. انتم كجمعيه واش كتلقاو شي دعم من الوزاره الوصيه وكذلك من المندوبيه ديال الثقافه وما الى ذلك؟